السلام عليكم جمهور كريم، انا مباشره من مهرجان طالوما، ومرحبا بالاخت والصديقه ديالي امل احمري. مرحبا بك وتبارك الله عليك، نورتي مهرجان طالوما. الله يكبر بك اختي، وانا عارف هذاك الشامي سميت شرم الشيخ. تبارك الله عليك وتبارك الله على النظام اللي عندك في الشربه. شي كلمه في حق هذا المهرجان؟ والله الصراحه تبارك الله على التنظيم، تبارك الله على الناس المنظمين، والدعوه كانت جد مفرحه لينا. مفرحه اييه، وحنايا ان شاء الله يا ربي تركبنا سالمين ورجعوا سامي وجميع البرديه والبرديات يا ربي، وتخرج الموسم بخير وعلى خير، المهرجان بخير وعلى خير. شحال توحشي البارد مدة دابا عامين ياك؟ حاش كنشوفك في اللايفات في فيسبوك ديما كدير بغينا البارود، بغينا نتبارد دائما سورتو اخر مهرجان جات موراه كورونا. كتحاضر معك في المهرجان ياك؟ بيان سور خلي سام تور خلي لك المهرجان. الحمد لله شكرا، الله يوفقك. حاضر معنا ويا ربي تعاود علينا ان شاء الله. الله يسترك اختي، الله يحفظك، الله ينصر لنا جميع الناس يا ربي. شكرا، تبارك الله عليك سي وفاء، تبارك الله عليك. غدا ان شاء الله كونوا معنا في الموعد، فرجوا معنا. كاينين شربه ديال البنات وحده، وكاينه تقريبا على شي 40 شربه اللي كاينه، غتشوفوا معنا الفراجه غتكون ضمونه 100%. ما نساش اختي ميلوده، جيم جيم لا هذيك اختي هذيك زيد اكرم زيد. الو هو خويا صافرة دوينا معاك، قلنا لك بالوما كاينه ما بين الدخله ديال المحمدي وزناسه، نبقاو نعاودو لك. شكرا خويا تبارك الله عليك، لاعون لاعون. تبارك الله على خويا المهدي، تبارك الله عليك، تبارك الله. الاجواء رائعه وداكشي في المستوى من ناحيه الخيول من ناحيه النظام وكلشي. كلمه في حق هذا المهرجان سي محمد الضاويط، كنحييه من هذا المنبر سياسيين ونقول له تبارك الله عليك. لان اجي خالتي توريا شي كلمه حق هذا المهرجان الجميل والرائع، عالمي، مهرجان عالمي. تعال الحمد لله وتبارك الله، ملي كتشوف انتيران اللي هو غازوني يا سلام، بحال لاعبين في دونور ياك. لا الحمد لله والشكر لله، ديال بحال لاعبين في دونور كره ديال التيران. شي كلمه في حق هذا المهرجان اخالتي توريا، وانت راك معشاقه التبوريضه. تمام، المهرجان زوين بزاف والتنظيم في اعلى المستويات، يعني كل شيء فيه زوين تبارك الله. والاستقبال كان بالنسبه لينا حنا كان مزيان بزاف بزاف والحمد لله وتنشكروا. والبلاصه اللي دايرين كله في كل بلاصه فيها روبيني، ما كاينش مشاكل، كاينش تسنى شي سيتيرنا تجيب لك الماء وداك الشيء زوين تبارك الله. من ناحيه الامن والامان كنشكروا حتى الناس المحمديه برافو على حسن الترحاب ديالهم، ناس طيبين الحمد لله. نطلبوا الله نحمروا الوجه. الحمد لله حنا دوزنا معك اخر مهرجان في قريه بو محمد، وكان واحد الاقبال وكان واحد البارود من مقدم امل احمري، كان بارود في المستوى الرفيع، ونتمنى من الله جانا يتنظمهم. الجهد اللي كدير حتى انت مرحبا. انا شكرا، شكرا، انا بحال من القلب والله، بحال الله اللي مشرفني ومصيفطني لكم. الحمد لله، الحمد لله وتبارك الله عليكم. وهذا هو المنازير ديال سعد مجرد ياك، شي كلمه تاع الشق كتحب الخيل ياك؟ شق الخيل، شق الخيل ان شاء الله. تسنى واحد الكونسيبت في الاغنيه الجديده ديال محمد الرفاعي، كونسيبت كله على التبوريضه والتراث ديالنا وهذا التراث زوين، وانا فرحان اللي كاين في هذا المهرجان. هذا راه مهرجان عالمي هذا. هذا اللي كاين، الله يبارك. مرحبا محمد العوني، راه مخرج تبارك الله، مخرج تبارك الله، معروف على الصعيد العالمي، العالمي تبارك الله، انجازات كبيره لجميع المغنيين. الحمد لله، الله يوفقكم، يشرفوا البلاد ديالنا. الله، انا نسيت راسي بقيت معكم، مشات لي السربه. نسيت راسي شويكه اخويا. مرحبا مرحبا، ماشي مشكل، مرحبا. او معنا تفرجوا معنا في السربه ديال البنات، وان شاء الله غادي تكون الفرجه مضمونه وداك الشيء غتشوفوه في المستوى لحقوا طريقوا، ونتمنوا السلامه للجميع والله يسر الجميع حتى اللي غادي نبغيو. وتبارك الله على هذا النظام ديال مهرجان بالوما اللي عطى واحد الاضافه جميله ومحرك رائع من احسن المحارك اللي كاينين في المغرب، محرك غازو. والله يوفقهم، وتحيه لمحمد الضاوي والناس اللي واقفين معاه واللي ديما معاه هما اللي واقفين صارين على الشيء. والله يجازيكم بخير والله يسر لكم الامور. كيقول لكم ياسين تشويكه من هذا المنبر هذا، تحياتي لكم والله يسهل عليكم والله يوفقكم.
صراحة. وشكرا لكم جميعا جمهور كريم، بقوا معنا ما تشوش بعيد، وإلى حلقة قادمة بحول الله غتشوفوا معنا شي حاجة زوينة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.